أريكم لون العدسة المفضلة بالنسبة لي فريش لوك اليومية. وأمس أكثر سؤال وصلني مشاعل، عطينا خطوات المكياج الصحيحة وخصوصا رسم الحاجب، شلون تحطون جل الحواجب وما يصير لونه كذي مولح قبل لا تحطين الفاونديشن؟ يعني مجرد ما حطيتي المرطب على وجهك حطي الواكس، رتبي شكل حواجبك ونطري الواكس ينشف 100%، بعدين نحطي الفاونديشن مالك وثبتي، بعدين رسمي. يعني بنات حطوا الواكس نطروا عليه تالي بعدين رسموا عشان ما يصير لونه مشوهب. بلاش الواكس يصك فرشة نظيفة، أتأكد أن الحاجب خذ الشكل اللي أبي. أنا اللي قاعد أستخدمه هذا من NY X أحبه، أوه بنفت. الحين اقدر احط الفاونديشن مالي واثبته بالبودره واحط كونسيلر. شيء اخر شيء ارسم الحاجب، راح اخذ قلم اربن ديكي واعبي اماكن الشعر اللي انا احس انه فاضي عشان يكون شكله طبيعي. هذا امس صورت لكم اياه، انا صايرة ما ارسم حاجبي وايد ولا اواطن الحاجب الطويل، اكره ينرفزني. يعني كذي تمام. طبعا النظفة، اذا نظفنا تحت الحاجب كونسيلر يبين وايد دقيق، بس هو حلو شكله كذي طبيعي. عبيت نتفة هني من قدام اماكن اللي يعني شوية فاضية، لازم شوية الحاجب يكون شوية في فراغات عشان يبين شكله حيل طبيعي. يعني في بنات وايد يرسمونه وايد، يعني شوفوا انا الحين هني من قدام رسمت وايد، فانطره شوية ينشف وامشط عشان يبين شكله حيل طبيعي. حسيت شوية الحاجب قامج عادي شوية مشطي. الحلو بجل NY X انه عادي بعد 5 دقايق تمشطينه، تقدرين يعني ما يصك وينشف ويخلي الحاجب كذي ما يتحرك، هذا الحلو فيه عشان كذي انا احبه. في وايد بنات يحبون حيل ينظفون الحاجب من تحت بكونسيلر او بعجلة كريلان، انا ما اسوي هالحركة الا اذا بحط ميك اب يعني مناسبة او سهرة او شيء، واذا بحط شدوات فاتحة، بس الأغلب يسوي هالحركة عشان يبين الحاجب بشكل حيل مرسوم. أوريكم مسكرة فلور مار هذي، إيش كثر حلوة وسودة، تهبل تمشط الرموش حل. وبعد إذا أنت يعني من الناس اللي ما تركب رموش، تخلي رموشك والله كأنك مركبة، حيل حلوة. الباليت اللي استخدمتها حاطة لون انتقالي ولون شمر، انا غلط احط لون شمر الحين لان جرحي بعده ما اختفى، بس الباليت ينن مال ديلي. هذا هو الباليت ينن بالضبط، استخدمت هاللون وهاللون بس، فظيع الباليت فظيع.